حلد الرئيس السوري بشار الأسد رئيس هيئة الأركان السابق العماد علي أصلان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديرا لعطائه على مدى 7 عقود. وذكرت وكالة سانا أن الأسد قلد أصلان الوسام تقديرا لجهوده كقائد عسكري وبطولاته كمقاتل مقدام وضابط بارع في ساحات المواجهة وعطائه المتواصل لوطنه على مدى 7 عقود من الزمن. وخلال تقليده الوسام قال الأسد: إن المؤسسة العسكرية صمدت في الحرب التي نتعرض لها لأنها بنيت على عقيدة سليمة وأساس متين. وأضاف أن أصلان أحد القادة الذين كان لهم فضل كبير في هذا المجال.